السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عارفين بنفسك؟ معك بشرى من المغرب. بعد استعمالي لبرنامج فيلغريد حصلت على نتائج جد جد مهمة. كان معي وزن وضغط وألم مفاصل. الحمد لله استرجعت الحالة الصحية، أن ضغطي انخفض الحمد لله، والوزن أنا بعد استعمالي لبرنامج فيلغريد خسرت أكثر من 15 كيلو. 15 كيلو كم المدة؟ 95 يوم. ثلاث شهور. ما شاء الله. بعد 3 شهور والآن أنا ما زلت في البرنامج، لأنه إن شاء الله ناوية أنزل وزن كثير. أوكي. بالنسبة لألم العظام والمفاصل، الحمد لله أنا أتمتع بصحة جيدة وأكثر يعني حققت نجاح أنني أطلع الدرج بسهولة. يعني كان صعب قبل في الجريد، كان عندي ألم توجعني ركبي، والحمد لله الآن أنا بصحة جيدة وأنوي أن يعني بغى نقص وزن كثير. ما زلت على البرنامج. شكرا يا بشرى. ميرسي، شكرا لك.